خلونا دلوقتي نروح لموجز الأهم وآخر الأنباء وزميلتنا لميا حمدين. لميا، شكرا لك ليلى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تكريم أوائل الخريجين ضمن فعالية الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في استاد هيئة قناة السويس، وكان هناك استقبال حاشد من الطلاب والجماهير للرئيس السيسي فور وصوله للاستاد. كما شهد الرئيس السيسي مسيرة أوائل الخريجين بالجامعات المصرية، حيث جابوا استاد الهيئة لتوجيه التحية للرئيس السيسي ولكافة الحضور. وشهد الرئيس السيسي أيضا عروضا فنية وعددا من الأغاني الوطنية التي قدمها كورال جامعة قناة السويس وكورال الشرق من شباب الجامعات المصرية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة للمساهمة من خلال صندوق تحيا مصر في بناء الجامعات التكنولوجية التي يبلغ عددها 17 جامعة، وذلك بحوالي 500 مليون جنيه، نصف قيمة التكلفة. وخلال حضوره جلسة حكاية وطن ضمن الاحتفال بيوم تفوق الجامعات، أكد الرئيس السيسي الاستعداد للمساهمة في مبادرة المبتكرين والمبدعين بمبلغ 50 مليون جنيه من خلال صندوق تحيا مصر. أكد ألبرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون بالمتحدة للخدمات الإعلامية أن منتدى الإعلام العربي 2023 في دبي شهد مشاركة حقيقية من شباب الإعلاميين. وعلى هامش مشاركته في منتدى الإعلام العربي، قال شفيق إن المنتدى يمثل فرصة مثالية للشباب للتعلم من الأجيال الحاضرة والمشاركة في الفعاليات. مبسوط جدا السنة دي لعدد من الأسباب، لأنه في مشاركة حقيقية للشباب الإعلاميين حصلت في أول يوم أو قبل أول يوم كمان موجود في اليوم زيرو، ودي مشاركة أنا وجهة نظري هي دي مستقبل الإعلام الفترة الجاية. الشباب اللي شاركوا شباب مهم جدا إن احنا نخليهم دايما يشاركوا. أنا وجهة نظري إنه دي خطوة مهمة ويمكن من أفضل الخطوات اللي اتخذت في هذا المنتدى وجود الشباب، ويا رب نشوفه كل سنة موجود. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبا إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى هذا، وارتفع عدد ضحايا الحريق الذي نشب في إحدى قاعات الأفراح بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى إلى أكثر من 450 شخصا ما بين حالات وفاة وإصابات. وأوضحت مصادر عراقية أن عدد الضحايا تخطى 120 قتيلا، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الوضع. هذا ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجهات المعنية باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث. أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إلى أن أي توقف للدعم الأمريكي سيؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني على تحقيق النجاح في التصدي للعملية العسكرية الروسية. وقال كيربي أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى استنفادا لهذا الدعم لأوكرانيا أو تأثره بشكل ملموس بأي شيء، مشددا على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة أكبر مساهم في نجاح أوكرانيا في الصراع مع روسيا. دعا نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة جينغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، دعا الدول المعنية إلى التعاون مع روسيا للتحقيق في ملابسات تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم. وقال جينغ شوانغ إن روسيا هي أحد الأطراف الرئيسية، مضيفا أنه يجب على الدول المعنية التواصل والتعاون بشكل فعال مع موسكو بدلا من الرفض. يأتي هذا فيما قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إنه تم تكليف ألمانيا والدنمارك والسويد بحماية الولايات المتحدة على حد وصفه فيما يتعلق بالوضع حول تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم. اعتبرت محكمة ولاية نيويورك الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب والمؤسسة التابعة له ومسؤولين عن التزوير في القضية المتعلقة بالدعوة المدنية التي تتهم ترامب بتضخيم قيمة ثروته وممتلكاته. وصدر هذا القرار عن القاضي أرثر إنغورن في محكمة ولاية نيويورك بمنهاتن، ويأتي ذلك فيما رفعت المدعية العامة في ولاية نيويورك دعوة ضد ترامب ومؤسسته في سبتمبر عام 2022 متهمة إياه بتقديم معلومات كاذبة
عن قيمة ثروته وأصوله خلال فترة طويلة، وذلك بغرض الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين. رياضيا، يحل طلائع الجيش اليوم ضيفا على انبي على استاد بتروسبورت في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يستضيف الجونة فريق زد على استاد خالد بشارة. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.